سليم العقبي على صوت راية نيل بتلفع نيل شادو لو بنت المجالي الملك محمد حجرات ابو الوديع مدرب محمد ابو الوديع قياده لسالم العقبي محمد الفتح على صوت تيمور الهلال ابن هلال الدين وبنت الايال الملك عماد عباس المدرب احمد حمدان والقياده لمحمد الفتح كما ذكرنا اياس ابو جبل على صوت بلاك نرفع البلاك بسبرادو وياسمين كمان مرة أقول لكم مدربي خيول المجموعة القادمة من الشوط تيمور الهلال تيمور الهلال بسم الله ما شاء الله تبارك الله على خطوات ثابتة ما يزال متصدر المجموعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله هو يخرج من المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم تيمور الهلال مع محمد الفتح لكن النزاع يكون على المراتب الثانية ما بين بلاك وراية النيل إلا أن تيمور الهلال بسم الله ما شاء الله تبارك الله بالمرتبة الأولى مع خيال محمد الفتحي بلاك بالمراتب الثانية مع خيال ياس أبو جبل وراية النيل بالمراتب الثالثة مع الخيال سالم العقبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله تيمور الهلال مع محمد الفتحي الهلال مع الخيال الكبير محمد الفتحي يرفع الهلال الدين لو بنت العيال للملك عماد عباس المدرب احمد حمدان مبروك لفرسان قام الجليل فوز الثاني لهم على ارضيتهم قام الجليل كفر كنا العم ابو علي يتوج كاس المرتبه الاولى وين التصفيق لتيمور الهلال مبروك المبروك للملاك للمدربين بسم الله ما شاء الله تبارك الله محضر ومنظر هذا المهر ابن السنتين 2018 ما شاء الله تبارك الله اتمنى التوفيق لامهار المستقبل برادو وياسمين المالك علي سليمان المدرب علي حمدان القياده لاياس ابو جبل ايضا العم ابو علي يسلم كاس المرتبه الثانيه لملاك بلاك علي سليماني المدرب علي حمدان مبروك الف مبروك مبروك ابو الوديع مالك المدرب لرايه النيل